يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للحائض مس المصحف من وراء حائل وكذلك كتب التفسير؟ من وراء حائل ما في بأس، من وراء الحائل ما في بأس. كتب التفسير التي ليس فيها المصحف، لأن بعض كتب التفسير فيها المصحف، مكتوب من المصحف صفحات كاملة، هذا مصحف ما هو تفسير، لكن في هوامشه شيء من التفسير، هذا له حكم المصحف. أما التفسير الذي ليس فيه مصحف وإنما هو آيات مفسرة في أثناء التفسير، هذا له حكم الكتب، ما يأخذ حكم المصحف. نعم.